السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم مع فيديو جديد في قناة الجزائر تاريخ وحضارة. موضوعنا اليوم ليس في القصبة ولكن في مكان معروف، بلاس أودا في قلب العاصمة، ونحن في موضوع مع أحد الإنجازات المعمارية الرائعة في ذلك الزمان، وهو لوتينال دي فاكيلتي. كان من الإنجازات الضخمة الهائلة في ذلك الزمان. عندنا هنا قدام لوتينال عندنا طلعة هنا على لاري ميلوز، لاري أونري دونو، يقولوا لها ميلوز، معروفة بلاري ميلوز، يقولوا لها لاري أونري دونو على اسم ان هيومانيست، ان هوم دافير سويس، مكث في الجزائر في 1853 وأخذ الجنسية الفرنسية في 1859، وهو لو فونداتور تاع لو كروا، لا كروا روج انترناسيونال. أخذ لو بري نوبل تاع لابي في 1901 وتوفي في 1910، لاري أونري دونو، لاري ميلوز. في هذا المكان، في هذا المكان أراجيري، كانت واحد الباتيمون قديمة هدمت وبنيت هذا البناية الضخمة أراجيري في 1946 وهذا البناية هذه اللي كان فيها لو تورناج تاع لو فيلم زد فرانكو الجيريا في 1968. انا بلي ديطاي باش قبل ما نلحقوا الكلام على الاعتدال. ثم هنايا هذه اللي هنايا لهنا من لا ري فالونتا، معروفه قديمه لا ري فالونتا، ومن بعدك تجي البولفار محمد الخامس، بولفار يقولوا له في الاول لو بولفار بوناكاي، بكري كان يقولوا له بوناكاي، ومن بعدك سانسيان نسبه الى الموسيقار الفرنسي المعروف الذي توفي في 1921 في الهوتيل تاع دوازيس تاع ساحة الشهداء، سمي ببولفار سانسيان في 1927 من طرف لومير انذاك رافي، ثم في الاخير سمي ببولفار محمد سانك الى يومنا هذا من 1963، حيث استدعي الملك انذاك محمد الخامس لكي يدشن هذا الشارع. ثم جينا هذه العمارة، هذه كانت قبلها، كانت قبلها هنايا كيما للسوسول هنايا، قبلها كانت عمارة فهدمت وبقات صامدة هذه البناية. هذه قلنا بقات هذه البناية صامدة، مقبل لها كانت هنايا في هذا الروبير، هذا كانت باطي مقدمة هدمت وبقيت هذه العمارة صامدة، وكان يقولوا لها لمغازان بيسوني تاع لي جوي وسبور، ودوك كانت واحد الوقت اير ايجيبت معروفة. اذا عندنا هنا الباتيمو هذه صمدت، كانت باتيمو تهدمت هنا، هذا البولفار محمد سانك معروف، وهنا لاري فالونتان، ثم جات هنا بول اراجيري،
قلنا هنا لاري ميلوز وهنا لو تونيل الموضوع تاعنا اليوم. علاش عطيتكم هاد لي ديتاي؟ كانت الحالة مضيقة هنا، ثم جات الاخر باش يديروا لو تونيل ويديكاجيو هاد الساحة المعروفة، هاد الساحة هادية، هادي الساحة التي سوف نتكلم عليها. كانوا هنا كاع باطيمات من بعد ديكاجاو لي ليو باش من بعدك نتفرغوا للكلام على لو تونيل. ثم ياتي الحديث على لو سوسول تاع لو تونيل كي زونت ايتي انوغوري اون 1952 فيهم سال كونفيرونس كافيتيريا يعني الاخر، يخرجوا حتى لريشليو لتحت لو كارفور تاع الاغا ري دي سيريري كيما قريب حاسبه. وكان واحد الى تشفوا له واحد اعمى يخدم البونجو هذا، وهو الله يرحمه بوبكر امغر، هذا يذكرنا بالسوسول تاع لي تينال دي فاكولتي. اصله من بجايه، وكان يسكن لاري ميلوز، كان يدير البونجو ربي يرحمه. قلنا نتكلم قليلا عن هذه الساحة، هذه الساحة هذه رائعة، هذه الله ايتي ديجاجي اونتر طون، دوك نوريوها لكم هنايا، الله ايتي ديجاجي بلاص اودا معروفة غني يعني التعريف. هذه لا بلاس اودا، هذه مقبل كانوا يقولوا لها لا بلاس ليوتي. ليوتي هذا شكون؟ سي تا ماريشال اوبر ليوتي، ماريشال فرنسي توفي في 1934. ثم ابتداء من 62 سميت لابلاس موريس اودا. موريس اودا يستحق وقفة نتكلم عليه، لأنه من بين الأشخاص الذين أعطوا حياتهم للجزائر. موريس اودا ولد في 1932 بتونس، كان ماتيماتيسيان هنا في لافاك، يقري في لافاك، وكان كومينيست عنده ميول لفلان، وسند الثورة الجزائرية. وفي 1957 وقعت المحنة، حيث لايتي اونفي من دارو من شامانف، تورتيري بار اورد دو ماسي في لو سنتر تاع البيار قدام ميل كبار امام لابلاس كينيدي، حيث عذب اخرون منهم علي بومنجل الذي رموه من النافذه، وواحد الامام ثاني. على ليبوك لا فيرسيون فرونسيز باش يكاموفليو القتل ديالو، قالوا باللي هرب صوت من الجيب هذيك من الطوموبيل وتيراو عليه ومات، يعني كاموفلوها على ليبوك. وفي هذاك الوقت توفى يعني 3024 بيرسون 57 ديسباري، وهما ماتوا في الحقيقه. قلنا ثم جاء الاعتراف الفرنسي، اعتراف شفوي يعني فيربال ضمني في 2014 بان موريس اودا عذب وقتل على ليبوك. ثم جاء الاعتراف الكتابي من طرف رئيس الفرنسي في 2018 سبتمبر 2018، يقولوا بأنه قتل وعذب، اعتراف يعني في الحقيقة. ثم كان يسكن موريس اودا في ليزاشيلام شومانيف جروب لايك تروازيام ايطاج، وكانت الزوجة تاعو في الحقيقة بقات سكنت أعوام هكذا حتى 62، ثم فرت جراء تهديد، جراء التهديد تاع لواس هذاك الوقت، هربت الى فرنسا وجات سكنت عائله من باتنا
ليبوك عائله من باتنا جات سكنت هذيك الدار، وتوفيت جوزات في 2 فيفري 2019. ثم نرجع الى هذه التحفة المعمارية التي طولها، طول هذا لوتينال 120 متر، والعرض تاعه 18 متر، الطول 120 متر والعرض 18 متر. بدأت الاشغال واحد الوقت في الاربعينيات، ثم توقفت في 1943، ثم استمرت في 1946، وانتهيت تقريبا الاشغال في 1948. اذن نجوزوا لهذا التينال نشوفوه، لهذه التحفة المعمارية الرائعة التي انجزت تحت التينال تحت لفاكولتي، وهي أعجوبة معمارية آنذاك. مية وعشرين متر طول و 18 عرض، لنتأمل هذه التحفة المعمارية التي أنجزت في الأربعينيات وتحلت لا سيركيلاسيون، كانت دوبل سونس في بداية الخمسينيات، بدات تقريبا 48 وطلع في 1948. واحنا نتكلم على كل ما هو جميل، لتكون لنا العبرة في العمل والتفاني في العمل، ليس تمجيدا للاستعمار ولكن لأخذ المثال المنيح. قلنا كان دوبل سونس هدايا، كان شوية الحس، ولكن معليش، احنا المهم نخلدوا هذه المشاهد هذه. يخرج لاري باستر على اليسار، يخرج لاري بيرتيزان، دكتور سعدان، البالي دي غوفرنمون. هذه هي التحفة المعمارية الهائلة، كاين الحس ولكن كان نحرص باش ندير هذا الفيديو هذا لكي يبقى ذكرى ويتعرف على تاريخ الجزائر في قناة الجزائر تاريخ وحضارة، التي من خلالها نرجو أن نعطي صورة جيدة عن الجزائر الحبيبة، الوطن الحبيب. هذه هي الرغبة تاعنا. هنا منتهى لوتينال، هذه لاري باستر خصوا لها كاش نهار فيديو. هذه قصة لوتينال دي فاكولتي، التحفة المعمارية الخالدة التي تحققت في الاربعينيات. هاي لك، هاي هنايا باش نشوفوا منها. ويرجى الاشتراك في قناة الجزائر تاريخ وحضارة، واتمنى لكم فرجة طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.